ومن تونس ينضم إلينا الزميل ياسر دبابش مراسل الغد. ياسر، على أي أساس تم الإعلان عن استئناف الحوار مجددا بين اتحاد الشغل والحكومة التونسية إذا كانت الجولات السابقة قد فشلت بالفعل؟ تحية لك حسين. على أساس الوساطة الرئاسية والتي أيضا تدخلت فيها أحزاب بالائتلاف الحاكم في محاولة لكسر الهوة والتقنين من الخلافات ما بين الطرفين، أقصد هنا النقابي والحكومي، بعد تمسك كل طرف بوجهة النظر أو المقترح الذي تم عرضه في خلال جولات من المفاوضات استمرت على مدار أسابيع، لم تفلح بالنهاية بالوصول إلى اتفاق يرضي اتحاد الشغل الذي وصف الزيادة المقترحة من الحكومة بالفتات. نعم، ولكن ياسر، الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي هو أطلق الدعوة بالفعل، ولكن هل هناك أي ردود أفعال على هذه الدعوة من جانب اتحاد الشغل في تونس؟ إلى حد اللحظة حقيقة حسين اتحاد الشغل التونسي يلتزم الصمت، ويبدو حسب بعض التسريبات الإعلامية بأن الرئيس التونسي خلال الاجتماع حاول تهدئة الأمور والأوضاع، على الأقل دعنا نطلق عليها بتهدئة أو هدنة إعلامية ما بين الطرفين، سيما وأن أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي شن هجوما لاذعا ضد الحكومة ورئيس الوزراء يوسف الشاهد، وكذلك الحال هدد في حال عدم التوافق مع الحكومة في النزول إلى الشارع. هو حذر من غضب العاملين ومن الآثار السلبية لعدم الوصول إلى توافق مع الحكومة. طيب ياسر، في حال نجاح الحوار ربما تحل الأزمة في تونس، لكن في حال عدم نجاح الحوار ما هي السيناريوهات المحتملة إذن؟ هناك خشية من الرئاسة ومن الحكومة ومن الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم والتي كانت حاضرة اليوم ضمن الاجتماع من توسع رقعة الاحتجاجات في البلاد، خاصة حسين ونحن نتحدث عن الوضع في الميدان. هناك عدة عمليات، محاولات إحراق للجسد، تقريبا نتحدث عن 4 حالات خلال 48 الساعة الأخيرة، ناهيك على حادثة المصور الصحفي الذي أضرم النار في جسده في محافظة القصرين في حادثة هزت الرأي العام التونسي. الجميع يحاول تهدئة الأمور قبيل توسع رقعة هذه الاحتجاجات، ونحن نتحدث عن احتقان اجتماعي موجود، وأيضا عن عدة مواجهات في الشارع والميدان ما بين قوات الشرطة التونسية تحديدا في منطقة القصرين، وكذلك الحال عدد من المحتجين. كل السيناريوهات مطروحة، ومن ضمنها أيضا ما توعد به أو هدد به اتحاد الشغل بالنزول إلى الشوارع إذا ما بقيت الحكومة مصممة ومتمسكة بموقفها بعدم زيادة كما يطلق عليها الاتحاد محترمة على رواتب العاملين. نعم، شكرا جزيلا لك الزميل ياسر دبابش مراسل الغد، كنت معنا من تونس.